أخبار اليوم. يقول إنه واجب رجال السياحة وواجب الفن. أنا أتمنى إن كل المجموعة الكبيرة اللي موجودة المحترمة جداً اللي سايبين بيوتهم وأولادهم ومشاغلهم علشان في حاجة أهم وأكبر هي مصر. أنا نفسي إنه يبقى في جولات. أنا مش هعتمد برضو بس على العرب، أنا عايز أعتمد على المغتربين المصريين اللي موجودين في أوروبا وأمريكا وكلهم يتمنوا يجوا، فلازم يبقى في قافلة من الفنانين ومن رجال السياحة يلفوا أوروبا ويلفوا أمريكا. وأنا كان ليا تجربة وكان في قبول شديد جدا قبل أزمة السياحة، وبس عطلت في حتة إنه بيقولوا إحنا هنروح فين أو هنيجي منين. فطبعا وجود رجال السياحة معانا ده مهم قوي، وإحنا جنود زي أي جنود مش هنقل عن، لكن إحنا ممكن نستغل جمهور الأستاذ عادل، جمهور الأستاذ عزت، جمهور هنيدي، إيهاب، حكيم، جمهور كل الزملاء، إن إحنا نشجع الناس. إحنا موجودين في نفس مكان الحادث ومستمتعين بالمكان ومستمتعين بالهدوء ومصر قريبة، يعني فعلا مصر قريبة. السعودية ساعة من الخليج، ساعة ونص أو ثلاث ساعات، إحنا قريبين عن أي دولة. فأتمنى إن شاء الله إنه القافلة الجميلة الموجودة دي تسافر كل بلاد العالم، وهنبقى أقوياء بالمصريين وبالعرب.